أنت منيحة؟ وقت اللي بشوفك وجعي كله بيروح. لا تقلق، مجرد كابوس مزعج. خير إن شاء الله. شو هالكابوس؟ سليمان، صار لي كم يوم محبوسة بهالغرفة. خلينا نطلع نمشي شوي بحديقة القصر، الله يخليك، منحكي هنيك ومنشم شوية هوا نظيف. إذا كانت هي رغبتك أنا موافق. الحياة كتير حلوة، ورب العالمين وهبنا شغلات كتير حلوة. أنا وهبني العشق وخلاني كون سلطانة. أنا ما بدي أكتر من هيك. الأيام عم تهرب منا وما عاد فينا نرجع شي بنوب، والموت عم بيغني أغنيته. بعت خبر لأولادي يا سليمان، لأنه قرب موعد رحيلي. بدي موت بين إيديك والكل حولي. رجعني على قصري يا سليمان، أنا جاهزة. وين كنت اليوم يا رستم؟ كان في عندي شوية مشاكل بتتعلق بواردات الذهب من مصر، صححتهم مع مسؤول السجل لوقت متأخر، وبعدين رجعت على القصر. بتوقع إنه السلطانة صارت منيحة. كنت مفكرتهم رح يضلوا أكتر من هيك ببورصة، بس ما طولوا هنيك. إن شاء الله يا مريم، إن شاء الله. من سنين طويلة وقت جابوني بسفينة على هاي المدينة، سألتهم إذا وصلنا على جحيم العثمانيين، وما كنت متوقعة إنه هاي المدينة رح تصير مدينتي وتصير هي الجنة بالنسبة لي. أكون زوجة سلطان العالم.
دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا قمري وشمسي يا بنتي الحلوة. شلون صرتي سلطانة؟ لما بشوفك كل الوجع بيختفي يا روح قلبي. السلطانة تعبانة شوي، خلوها ترتاح هلا وبترجعوا بتشوفوها بعدين. طمني مولاي، مشغول بالي كتير. كيف وضع أمي؟ نحن هلأ مو طالع بإيدنا غير إنه ندعي للسلطانة ويام الله يريحها من كل أوجاعها. يا مريم بابا، ليش عم بتقول هيك؟ معقول ما يكون في حل؟ يعني شلون الحكمة ما قدروا يلاقوا دواء؟ مريم هلا مو وقت البكي يا حبيبتي، لسه بكير على دموعي. يا مريم بدي اياكي تكوني قوية يا بنتي. امك كل يوم اوجاعها عم بتزيد وما بدي اياها تشوفنا مزعوجين ومتضايقين بنوب، ورح نبه على الكلمة يحسسوها بشي واولهم انتي. فهمتي علي يا حبيبتي؟ يا مريم بدي اياكي توقفي معي، نحن لازم نخليها مبسوطة لآخر يوم. هي الرسالة رح نبعتها لسمو الأمير سليم. وهي لسمو الأمير بيازيد. أي منيح كتير. بتخبر الرسل بياخدوا أجود الخيول وأسرعها من حاضرة القصر ويوصلوا الرسائل بسرعة. بدي الأميرين يكونوا بالعاصمة بأسرع وقت ممكن. رب العالمين وحده اللي بيعرف شو رح يصير. رغم إنه الموت قريب من الإنسان على طول، إلا أنه الإنسان بينسى أنه رح يجي هاليوم.
شلون بدنا نعيش إذا ما نسينا؟ النسيان نعمة من رب العالمين. رح يكون كتير مفيد إلكن إذا بتهتموا هلأ بأمور الدولة يا مولاي. لازم تخلوا فكركن مشغول. بعد ورا محمد باشا ورستم باشا يجوا لعندي بسرعة. أمرك مولاي. مولاي السلطان، كل الناس رح يعرفوا قريبا. وعلى الأغلب يكونوا عرفوا. وضع السلطانة خطير كتير، بس ما بدي حدا يعاملها معاملة المرضى. أوامري واضحة وما بدي أحكي أكتر من هيك. رستم باشا، عم تهتموا بموضوع اليهود يلي عم يجوا من إيطاليا؟ لا تقلقوا مولاي، عم نتواصل مع السنيورة مينديز، وكل المشاكل الصغيرة اللي عم تعترضنا عم نتجاوزها. الأمور عم تمشي مثل ما أمرتوا بالضبط. محمد باشا، شو صار مع المعمرجي سنان أغا؟ أمرت ببناء الجامع من 7 سنين، شو صار معه ولسه ما خلصه؟ مثل ما بتعرفوا سنان آغا عم يبذل كل جهده، كل زاوية بالبناء عم تاخد شغل أشهر، ولهذا السبب تأخر بالبناء يا مولاي. شوف سنان آغا وخبرني إمتى بينتهي الشغل. تحت أمر جلالتك يا مولاي. فيكن تروحوا. سلطانة، مولانا السلطان ناظرك يا سلطانة. هو يامي. بعيونك نظرة كلها عشق وحب. واضح انه حبي إليك ما نقص بنوب يا هويا، مثل الألماس اللي بيكون مدفون تحت التراب وقت بيتنظف بيرجع بيلمع من أول وجديد. من هون ورايح رح نسهر سوا ورح تنامي بجناحي. أنا بدي أشوف وشك كل ليلة، ما بدي تمر ولا لحظة بدون ما أشوفك. أنا خايف يا ويام، لأول مرة بحياتي وخوفي هاد هو من قلة حيلتي. وأنا كمان كان عندي مخاوف، كنت خاف إنه يطلع تجاعيد بوشي وإنه يشيب شعري ويصير لونه أبيض وما عاد تشوفني حلوة وتبطل تحبني.
بس لقيت ما في فايدة من كل هالمخاوف. سليمان، هلأ نحن مع بعض وهي لحظة أبدية، خلينا نستغل الوضع ونحكي عن أيامنا الحلوة اللي عشناها. أول يوم شفت فيه عيونك وأول يوم تعرفنا فيه على بعض أنا بحياتي كلها ما نسيتهم، هن من أجمل لحظات عمري. أنا بعرفك من قبل هالحياة الفانية يا ويام، وحتى كنت حبك قبل ما تنوجدي بهالدنيا، ولها سبب لما أجينا هالدنيا توحدنا. خبرني لكان، كيف التقيت أنا وياك من قبل؟ الله عز وجل من قبل ما يخلق هالكون وقبل ما تكون المخلوقات موجودة على الأرض ومن قبل الأرض نفسها خلق أرواحنا، وبعدين جمع أرواحنا مع بعض وسألها: ألست بربكم؟ ألست أنا من خلقكم؟ فردت الأرواح السؤال: نعم يا رب العالمين، أنت بلا شك ربنا القدير الذي خلقنا. كل هالأرواح الموجودة هنيك كان في شهود عليها مشان ما يرجعوا بكلامه، ولما ربنا سبحانه وتعالى نزلهم على هالدنيا وسكنهم بالجسد، وهدول يلي كانوا أرواح وبعدين صاروا بشر التقوا وشافوا بعضهم، في منهم صاروا أصدقاء وفي منهم صاروا أعداء وفي منهم عشقوا بعض، ولما اجوا على الدنيا الفانية صاروا يدوروا على بعض، في منهم لقى الروح اللي عم يدور عليها وفي منهم ضل يدور لنهاية حياته وما كان يلاقي هاي الروح. أنا خبرته لسنان آغا منشان يسرع بالبناء، بس حسيته ما تجاوب مع كلامي، قال لي كل شي بوقته حلو، والبناء يلي بيليق بجلالتك بيحتاج وقت كتير يا مولاي. وينه هلأ؟ هو ما عنده علم بنوب بزيارة جلالتك يا مولاي، رح روح خبره. Thank you.
مولاي السلطان. شو هذا اللي عم تساوي يا سنان أغا؟ هلا بدك توضح لي ليش هالجامع صار له سنين ولسه ما خلص؟ سامحني عجرئتي يا مولاي، بس جلالتك عم تظلم عبدك المأمور سنان. همي الوحيد إنه ابني شي يليق بجلالتك، وليكني عم اشتغل ليل ونهار. صدق ولا بصدق الشي اللي شايفه؟ قاعد بمكان مبارك وعم تضيع وقت بهالطبلة، كيف بتتجرأ؟ يا مولاي، إذا بتسمحوا لي جلالتكم رح وضح لكم. مولاي، هاي الطبلة عم استخدمها مشان قيس انعكاس الصوت جوات بناء الجامع، يعني ارتداد الصوت يا مولاي. إذا في شي مؤمن واقف بعيد بآخر المسجد رح يقدر يسمع صوت الإمام بشكل واضح، حتى الصوت الخفيف رح ينسمع يا مولاي. وبنفس الوقت يا مولاي السلطان، منشان ينتشر صوت الإمام بكل نواحي الجامع وقت الصلاة، حطيت شي 256 مكعب فاضي جوات القبة يا مولاي، وكمان دهنت بيناتهم بياض البيض. وهلأ فكرت بغرفة فوق الباب الوسطاني يا مولاي، منشان بقايا الشمع يتجمعوا فيها، وبهي الطريقة الخزف والخط ما رح يصير لهم شي، وكمان فينا نستفيد من بقايا الشمع ونحصل على الحبر. غير هيك أنا حطيت بيض نعام بين زبادي الأناديل لأنه هي بتبعد الحشرات. خلص صار عندي معلومات كافية، بس ما بدي اياك تطول كتير. قدي بعد بدك وقت؟ شهر؟ سنة؟ إن شاء الله رح أنهي كل الشغل بأسرع وقت يا مولاي. بالحقيقة أنا مو حابب أتأخر أكتر وأخجل قدامكن. إذا ما خلصت الجامع ما رح وقف عند عزلك، يكون بعلمك رح أمنعك حتى أنك تدق مسمار. والله اشتقت كتير لهالطعمة. قريتوا ألف صحة وهنا يا مولاتي السلطانة، بس ما بيصير تشربي منها كتير، بجوز تتعبي لا سمح الله. مسنور جلالة السلطان سليمان المعظم. خبيها خبيها. مولاي أهلا وسهلا. خير؟ صاير شي معكم؟ شو بده يكون في؟ يعني أنا وسنبول لكن عم ندردش شوي. اليوم رحت وزرت الجامع تبعك. سنان أغا أبهرني عن جد، عم يخترع شغلات ما بتخطر على بال حدا. لو بدي أتركه على راحته بيضل 10 سنين ليخلص، بس أنا خليته يستعجل. بأقرب وقت الجامع رح يكون خالص إن شاء الله. إن شاء الله وبزوره أنا وياك. إن شاء الله. شو هالأصوات هاي؟ رح أتأكد وخبرك فوراً يا مولاي. إن شاء الله يا ربي دخيلك بحياتي ما شفت هالشوفة. سلطانة سلطانة تفضلي شوفي. Thank you.
الله يشفيك. سلامتك. مع قلبك فيه من النوم عم بسمع رفرفة جناحه وبحس انه جاي لياخدني معه. طير جارح شكله بيخوف بس ما بخاف منه، كأني بعرفه من زمان. وبيبعد وبسمع صوت جناحه وهو عم يضرب الهوا بقوة. هو صحيح أنا ما شفته مزبوط، بس بيشبه العنقاء تبع الأسطورة. سامع صوته. مو شرط تكون إشارة ممنيحة، بلكي طائر العنقاء علامة لمعجزة رح تصير معك وتغير لك وضعك. معجزاتي خلصوا يا سليمان. يعني بجوز يكون الموت جاييني على شكل هذا الطير. وينها اللي بتجيب لي الورد دائما لعندي؟ وين البنت الحلوة اللي لابسة فستان أبيض وطويل يا بابا؟ عمين قصده؟ بيقولوا يا مولاي الملائكة وقت بتاخد روح حدا من الناس الطيبين تظهر له بأجمل صورة قبل الموت وبتضل جنبه لحتى تخف آلامه وما تخليه يتعذب. الناس قبل الموت بتشوف شغلات كتيرة، في ناس بيشوفوا وحوش وفي ناس بيشوفوا ملائكة. إذا مزبوط هالحكي معناها ميزان زنوبي أكتر من حسناتي. المرحوم جهانجير قبل ما يتوفى كان يتخيل حاله ماشي بجنينة مليانة ورد وعم بيشم روائح الزهور. الموت تجلى بعيون ابننا على شكل حورية حلوة عم تعطي ورد. سليمان خلينا نعمر جامع باسم جهانجير ونخلد اسم الأمير الغالي اللي ترك هالدنيا على بكير. خليهم يتذكروا ويدعوا له. هالفكرة من زمان ببالي. خلينا نعمله بمكان قريب، خلي كل مين بيشوفه من القصر
يتذكر ملامحه البريئة وابتسامته الحلوة. بعرف منيح وين لازم يكون هالجامع يا هويا. مولاي سلطانة، ليش ما حدا خبرنا بأنك مريضة؟ معقول تخبي هيك موضوع؟ شو اللي صاير معك يا أمي؟ بالوقت اللي ناطرة منكم تسلموا علي وتحضنوني لأنكم مشتاقين لي عم تلوموني؟ حقك علينا. شوفتكم بتريح القلب، اشتقت لكم يا أم رائي. سليم شو بوشك؟ ما في شي مهم أمي، وقعت وأنا عم بتدرب مع الفرسان وانجرحت. وأحفادي أكيد جبتوهن معكن ما هيك؟ مشتاق أشوفهن وأسمع صواتهن. جبناهن معنا، وإجا كمان الأمير مراد، التقينا فيه على الطريق لهون. الولاد اشتاقوا لك وعلى طول بيسألوني عنك. سمعت إنه إجاك ولد جديد، الله يحميه يا رب. مشكورة، سميته على اسم أخي المرحوم محمد. الله يطول بعمره ويكن له نصيب من اسمه. آمين آمين آمين. مولاي السلطان، أنت تعبت كتير ووصلت الليل بالنهار لحتى خلصت البناء. أنا سألت أبو السعود أفندي ووافقني الرأي، وهالجامع أنت حطيت فيه كل مخيلتك وأفكارك، يعني لمستك وفنك موجودة بكل زاوية فيه، فهالشي من حقك. غمرتوني بعطفكن يا مولاي، بس إذا بتسمحوا لي بفضل اللي يفتتح الجامع يكون الحداد يلي صنعه واشتغل فيه يا مولاي، لأنه هالرجال وهو عم يعمل المفتاح ويزخرفه يا مولاي فقد بصره، ولهالسبب بيستاهله. وإذا بتشوفوا هالشي مناسب يا ريت هو يفتتح الجامع. هالشي مناسب. Thank you.
سليمان. يبدو أنه رب العالمين كاتب لي شوف كل هالجمال قبل ما أموت. بشكر الله وبحمده أنه قسم لي شوف هذا الإنجاز العظيم. هالمكان هاد صار قلبي يا هيام، وقلبي رح يضل ينبض هون لآلاف السنين. ما دام هيك، وبما انه قلبك رح يضل هون، لو سمحت تنفذ لي طلبي الاخير يا سليمان. تفني هون، انا حابه ضلني بقلبك. شروق شمس اليوم هو آخر شروق بشوفه. ما عدت خايفة يا سليمان، ماني خايفة من الموت. أنا مستعدة واجه كل ذنوبي وادفع ثمن كل أخطائي، وإذا كان جزائي كون بالجنة مع كل اللي بحبهم، وإن شاء الله بشوفك ومنجدد حبنا يا سليمان. سليمان قولي.
تحضروا لي سفرة كبيرة بالحديقة ويكون موجود عليها كل يلي بحبون. ساندرا لاروسا
جارية تم بيعها لقصر سلطان عثماني، جارية أتت مع السفن ذات يوم، يتيمة ليس لها أب ولا أم ولا إخوة ولا حتى أصدقاء، جارية وحسب، تدعو الله في كل لحظة أن تموت فتصعد إلى جناته وتلتقي بمن تحب. عرفت الشقاء وظلمتني دنيتي مذ كنت في 17. في يوم كبرت 1000 سنة وتهت في أصقاع الأرض بلا قدر، كنت ألكساندرا الوحيدة. أنا ألكساندرا لاروسا، لم أخبر أحدا بحزني، بقي في داخلي، رميت همومي على شاطئ البحر، تركتها خلفي، أخذتها الأمواج ورحلت. كانت ردة فعلي على كل شيء آلمني بالضحك، لم أسمح للدموع بأن تتغلب علي. تحولت من جارية ضعيفة إلى سلطانة عظيمة وتحديت القدر. وهنا في هذا المكان تغيرت حياتي وقدري، في قصر السلطان سليمان العظيم. القصر الذي كنت أود هدمه أصبح هو بيتي. قلبي الذي كان ينبض للانتقام لم أكن أعلم أنه سينبض بالحب. أنا هويام، جارية السلطان سليمان، سلطانته، خادمته، زوجته، وأم 5 من أولاده. كثيرون أحبوني بقدر ما كرهني أعدائي، وهبت حياة وأخذت أخرى، وارتقلت من العبودية إلى قمة الكون. تجاوزت المؤامرات والمكائد، أنا أحرقت وأنا من أطفأت. أنا هويام. Mm-hmm.
بسرعة نادوا للحكمة. سليمان هويامي، أنا عمود. خليك عم بتطلع بعيوني. خليك ماسك إيدي. أنا هويام، محسودة من كل نساء الأرض على حالة العشق التي عشتها مع السلطان سليمان. سليمان امريني يا سلطانة قلبي. زمان كتبت لي شعر لساتك بتتذكره. أنا حابة إني أسمعه. هويامي، عشقي وغرامي، أنت حقيقتي، أنت خيالي لا بل حقيقتي. أقسم بقلبي الذي لا يحتوي سوى حبك يا سلطانتي. أنت حبيبتي الأولى والأخيرة، ولم يدق قلبي لأحد سواك. أنت جنتي، نرجسي، ربيعي، وحديقتي المليئة بالورود. أنت سبب وجودي في هذا الكون. أنت صباحي وفجري ومسائي. لو خيروني في حياتي الثانية، والله سأختارك أنت يا سلطانتي. هويامي، فلتبكي كل عيون الدنيا، ولكن عينيك لا تبكيان، لأنني عندها سأبكي دما بدل الدموع. فليغضب كل هذا العالم، ولكن أنت لا تغضبي. هذا الكون كله يا هويام، كنت جنتي وربيعي، كنت دفئي وشمسي ونهاري، كنت سكينتي ورفيقة دربي الطويل، كنت أرضي ووطني، كنت قمحي وخبزي، كنت أمي وابنتي، كنت عائلتي. أجمل لحظات حياتي عندما كنت بجانبي، كنت قوتي وسلطتي، كنت تاجي ومولاتي وعرشي، كنت وطني ودليلي وخارطتي، كنت منارتي وعاصمتي، كنت حزني وفرحي، كنت واحدي، كنت واحدي التي ألجأ إليها في هذه الصحراء القاحلة. أنا السلطان سليمان، خادمك المخلص، سلبتني قلبي وفؤادي. أنا الآن تائه في غياب. Thank you.
أنا مداح على بابك، سأتغنى بك دائما، فأنا المحب ذو القلب الملوع، عيناي قد بللتها الدموع، وقلبي أحرقه. إجا الوقت، we'll be right back.